شو يا سمية؟ صايرة عم تقضي وتمضي؟ كل أهل الحارة مفكرين إنه أنا عم أعمل وساوي، معرفانين إنه روح روح روحي هو اللي عم يقضي ويمضي. كحاشتك بقى، إيه بزمتي إنك تخرجة بيت حسنية النوري وبيلبق لك ها؟ بتعرفي شو؟ والله حبيتها منك هي، منيح خلصتي لنوري من قصة الأوتيل. ولك أنت تاج راسي وكرمال العين بتكرم برج عيون. لك تسلم لي عيونك يا كل الحلاوة والفهم. أمي؟ 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 شو بك شوفي؟ آه لا لا ما في شيء. بدي أسألك سيد نزير، هلا المجرم شلون وقع وكمشو؟ بتحكي معي لي؟ الله يسامحك، ليش في حدا غيرك هون؟ قلبك كان قايل لك اني بدي اجي مع جاج ياخذ الضوء، وقلبك كمان قال لك انك تحقق معي. الله يسامحك، شو حقق معك؟ انا عم بتعلم منك، انت نزير يعني تاريخ نضال وثورة وخمسة وعشرين. لكن الله يرضى عليك تركني اشرب قهوتي على رواق، لأن المدرسة مسكرة والعلم معطل. ايه معك حق، أصلا اليوم اللي مسكوا فيه المجرم لازم يساووه يوم عطلة. بتضلك أصيل يا نزير. عم تتأنسى علي لك يا نزير؟ ايش علي لك؟ حتى لو كبشت القاتل ما بيطلع لك تتأنسى علي. نتحاسب.